هل يجوز للأب أن يتبرأ من ابنه الحقيقي خشية العار والسمعة السيئة بين الناس؟ لا، حرام عليه أنه يتبرأ من ابنه وهو يعلمه بنكاح صحيح أو حتى بنكاح فاسد، يلحق به حتى في النكاح الفاسد ولا يتبرأ منه. والأنساب ما هي محل لعب تلاعب بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطفل في الحولين لكنه مستغن بالطعام، إنما يتبرأ منه في مسألة اللعان خاصة. نعم.